من غير المعقول. أنا ما أقبل قضية فلسطينية هي قضية مصير، أنه قضية أزلية، أنه يعني إثبات وجود زين. أما فلسطين تكون دولتها يا أما تكون دولة الكيان الصهيوني إسرائيل، تمام، قضية وجود ايه. بس أنا اليوم أنا ما أقبل بس العراق وإيران واليمن وسوريا ولبنان وحزب الله يقاتلون وبقية العرب متفرجين ايه. أنا ما أقبل، ما تقبل عليه، من ما تقبل عليه يقاتلون لو ما تقبل عليه متفرجين، احنا نقاتل بهاي الطريقة، يا أما كل العرب يتحدون لمحاربة الكيان الصهيوني وطرده من أرض فلسطين. وإذا العرب صاروا مع الكيان شلون؟ العرب صاروا مع الكيان مع الكيان احنا راح نكون لازم نحسب حساب، راح تعرض مصالحنا للخطر. زين، قضية هي قضية عقائدية، قضية كل شريف، وأنا مع القضية. لا، كل يوم الدماء التي تسفك والتي تسيل في فلسطين تأذي قلوبنا، تجرحنا، تأذينا، ما تخلينا ننام الليل للمشاهد اللي نشوفها. زين، بس خلينا نحكي وفق المنطق والمعقول. انت تتحدث الان بمبدأ، مبدأ صحيح طبعا، تمام. انا اليوم ناخذ هذا المدرسة، يعني هسه احنا ما نريد نروح على خطاب ديني، بس هذا ويحضر وين ما كان. مدرسة الإمام الحسين طلع على آلاف الجيوش وهو وحده، كسب المبدأ طبعا. يعني الناس يقول لك احنا هيك نتعامل بهالطريقه، زين، مو أي. مو انا اذا اصفن لي شيء واحد اي، يعني طريق الحق مو يحدد الكثره، انه العرب موجودين ولا ما موجودين. خلص، انا مقاوم للصهاينه، وانا هسه انا شخصيا نعم. لو العالم كله يوقف بصف الصهاينه، انا اوقف وحدي على صفحه